السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس كي جي 2 الترم الأول، ولسه بنحل مع بعض الأكتيفيتي بوك. والنهاردة هنبتدي نحل مع بعض الأكتيفيتيز أو الأنشطة الخاصة بـ يونت 2 My community أو مجتمعي. وعرفنا وإحنا بنشرح اليونت دي إن community يعني مجتمع، community يعني مجتمع يعني الأشخاص اللي موجودين حوالينا بالجوبس بتاعتهم أو بالوظائف المختلفة بتاعتهم، والأماكن كمان أو places الموجودة حوالينا في المجتمع بتاعنا، سواء كانت مدرسة أو مستشفى أو متنزه. طبعا واحنا بنشرح اليونت دي عرفنا الكلمات الخاصة بالأماكن دي والجوبس المختلفة، وهنفتكرها مع بعض دلوقتي مرة تانية. يونت 2 My community مجتمعي، ودي أول page في يونت 2 في الأكتيفيتي بوك، وهنا الأشخاص الموجودين في الأماكن المختلفة بالجوبس بتاعتهم أو بالوظائف بتاعتهم. فهنا بيزبي يا أصحابي بتقول لنا look انظر match وصل and say وقل، وطبعا واضح هنا ان في اشخاص مختلفين في اماكن مختلفة، كل واحد بيأدي الجوب بتاعته او الوظيفة بتاعته. يعني مثلا عندنا هنا الفارمر او المزارع الفلاح وهو بيزرع الارض، عندنا كمان الدكتور او الطبيب والطبيبة في الهوسبيتال وهم موجودين في الهوسبيتال علشان يعالجوا المرضى، عندنا كمان الساينتستس او العلماء، وهنا ساينتست عالم او عالمة موجودين في المكان بتاعهم، وعندنا كمان التيتشر او المعلم وهو بيحضر الدروس بتاعته، عندنا كمان البيكر او الخباز وهو بيعمل العمل بتاعه وبيخبز المخبوزات الجميلة، في كمان الفاير فايتر او رجل الاطفاء رجل المطافي وهو في العربية بتاعته. هنا بيزبي عايزانا نوصل كل شخص من الاشخاص دي بالصورة المناسبة هنا في الصفحة من تحت. الصورة دي بتبقى related to او ليها علاقة بالشخص ده والجوب بتاعته. فاول حاجة مثلا عندنا الفارمر او المزارع، المفروض نوصله بصورة البوكس دي او الكتب دي، ولا البريد الخبز، ولا الفارم دي والمزرعة دي والنباتات اللي فيها، ولا الأدوات بتاعت المعمل دي الموجودة هنا بتاعت العلماء، ولا بالجهاز ده الخاص بقياس درجة حرارة الأماكن المختلفة، ولا بالصورة بتاعت سماعة الطبيب دي. فطبعا الفارمر أو المزارع المفروض هنوصله بالفارم أو بالمزرعة اللي بتعبر عن الشغل بتاعه أو العمل بتاعه إن هو بيزرع الأرض. تاني حاجة الدكتور أو الطبيب أو الطبيبة المفروض نوصلها بأنهي صورة يا أصحابي؟ صورة البوكس ولا البريد ولا الأدوات بتاعة المعمل ولا جهاز الإنذار بتاع درجة حرارة الجو والحرائق المختلفة والعياذ بالله، ولا سماعة الطبيب؟ طبعا الدكتور هنوصلها بسماعة الطبيب. طب المفروض الساينتستس او العلماء نوصلها بالبوكس ولا بالبريد ولا بأدوات المعمل ولا بجهاز انذار الحرائق؟ شاطرين طبعا هنوصلها بأدوات المعمل. طب ايه التيتشر او المعلم او الطالب، كمان ممكن يكون طالب، ده نوصله بالبوكس ولا البريد ولا جهاز انذار الحرائق؟ شاطرين طبعا هنوصله بالبوكس او بالكتب. طب البيكر او الخباز هنوصله بالبريد بالخبز يعني ولا بجهاز انذار الحرائق؟ شاطرين هنوصله بالبريد لان هو احد المخبوزات بتاعته. طب اخر حاجة الفاير فايترز او رجال المطافي هنوصلهم طبعا بجهاز انذار الحريق ده والعياذ بالله. وبكده نكون عرفنا نعمل ماتش، وقلنا كمان تيتشر او ستودنت، ساينتست او عالم، دكتور او طبيب، فارمر او مزارع، بيكر او خباز، فاير فايتر او رجل اطفاء. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا.
ونوصل لبيج 19 أو صفحة 19 وبيزي بي بتقول لنا هنا read اقرأ and trace وتتبع. فهنعمل reading هنقرأ الكلمات المكتوبة بالدوتس هنا ونعمل عليها trace هنعمل عليها trace أو هنمشي بالبنسل بتاعنا أو بقلمنا رصاص على الدوتس بتاعتها. فأول حاجة مكتوب هنا an author المؤلف writes بيكتب box الكتب an author writes box يبقى المؤلف بيكتب كتب وهي حلت لنا الجزء ده ووصلت لنا او عملت match بين الستيتمنت دي او العبارة دي وصورة الاوثر او المؤلف اللي هو بيعمل writes او بيكتب البوكس او الكتب المختلفة. فالمفروض احنا هنعمل trace زي ما احنا شايفين قدامنا وهنوصل العبارة دي بالصورة زي ما احنا شايفين قدامنا. تاني statement او تاني عبارة بتقول a farmer المزارع grows بيزرع بينمي plants النباتات. المفروض ان احنا هنوصل statement دي او الجملة دي بانهي صورة من الصور دي يا اصحابي؟ شاطرين طبعا مش هينفع اوصلها بالفاير فايتر ولا بالدكتور ولا بالساينتست ولا كمان بالبيكر او بالخباز. احنا نوصلها بصورة الفارمر زي ما احنا شايفين قدامنا. ونعمل كمان تريس على الدوتس دي علشان نوضح الجملة زي ما بيزي بي قالت لنا. طب في النقطة التالتة a baker makes bread الخباز بيصنع الخبز. المفروض هنوصل الستيتمنت دي او العبارة دي بانهي صورة من الصور دي يا اصحابي؟ شاطرين طبعا هي دي صورة البيكر او الخباز هنوصلها بالشكل ده. وهنعمل كمان تريس على الدوتس بتاعت الستيتمنت دي زي ما احنا شايفين قدامنا. رابع ستيتمنت او رابع جملة بتقول A firefighter puts out fire. puts out ده expression على بعضه معناه يطفئ. يبقى الفايرفايتر رجل المطافي بيعمل puts out او بيطفئ fire الحريق النار. طب المفروض نوصل الستيتمنت دي بانهي صورة من الصور دي يا اصحابي؟ شاطرين طبعا هي دي الصورة الصحيحة. والمفروض بعد كده هنعمل trace او هنتتبع الدوتس بالخاصة بالستيتمنت دي زي ما احنا شايفين قدامنا. A doctor helps sick people الطبيب بيساعد الناس المرضى. sick يعني مريض و people يعني ناس و helps يعني يساعد. المفروض نوصل الستيتمنت دي بأنهي صورة يا أصحابي؟ شاطرين طبعا هنوصلها بصورة الدكتور او الطبيب زي ما احنا شايفين قدامنا. ونعمل trace على الدوتس الخاصة بالستيتمنت دي زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر statement او اخر عبارة بتقول A scientist العالم does experiments يعني التجارب. العالم بيقوم بتجارب. A scientist does experiments يعني تجارب. المفروض هنوصل الستيتمنت دي بانهي صورة؟ شاطرين طبعا هنوصلها بالصورة دي ونعمل تريس على الدوتس الخاصة بيها زي ما احنا شايفين قدامنا ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 20 او صفحة 20 وعنوانها This is my house. This is هذا هو my house منزلي. وزي ما قلنا الكوميونيتي او المجتمع اللي حوالينا بيتكون من اشخاص او people وبيتكون كمان من places او اماكن. دلوقتي احنا بنتكلم على مكان من الاماكن اللي حوالينا في الكوميونيتي ده او في المجتمع ده وهو الهاوس بتاعنا او بيتنا. فهنا بيكلمنا على الغرف والاماكن الموجودة في الهاوس او في البيت بتاعنا. فبيزي بي مفروض مديانا هنا مجموعة كلمات هنكمل بيها الفراغات تحت كل صورة. أول حاجة kitchen يعني مطبخ kitchen. تاني كلمة bedroom يعني غرفة النوم. تالت كلمة living room يعني حجرة المعيشة اللي بيكون فيها مثلا التلفزيون
والكنبة اللي احنا بنقعد عليها دي اسمها living room، ورابع حاجة الباث روم او الحمام. فبيزي بي بتقول لنا هنا look and write، look and write يعني هننظر على كل صورة وهنكتب الكلمة المناسبة تحت منها، وتاني حاجة بتقول لنا color، color يعني لون، بعد ما نملأ الفراغات هنعمل coloring ونلون الصور اللي قدامنا. فأول صورة المفروض فيها حوض وفيها مراية وفيها بانيو، المفروض دي صورة ايه يا أصحابي؟ مكتوب تحت منها this is my، المفروض أقول kitchen ولا bedroom ولا living room ولا bathroom. شاطرين، bathroom أو الحمام بتاعي، this is my bathroom، هذا حمامي. طب الصورة التانية مكتوب تحت منها this is my، وموجود فيها سريرين وكومودينو ومنبه أو alarm clock، المفروض نكتب تحت منها this is my a kitchen ولا bedroom ولا living room. شاطرين، bedroom، هذه غرفة نومي لأن فيها سراير زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الصورة الثالثة فيها كوكر أو بوتاجاز وفيها ترابيزة وفيها حاجات خاصة بالمطبخ، مكتوب تحت منها this is my، المفروض my ايه بقى، kitchen ولا living room. شاطرين، طبعا ده الكيتشن، this is my kitchen. واخر صورة موجود فيها تلفزيون وكنبة وكرسي وقعدة كده جميلة، المفروض this is my a. شاطرين، دي الليفنج روم او حجرة المعيشة زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا نكون عملنا write وكتبنا الكلمات المناسبة في الفراغات المختلفة. المفروض كمان هنعمل color او هنلون الصور دي بألوان جميلة، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 21 او صفحة 21 وعنوانها this is my street. my street احنا عرفنا يعني ايه street، street يعني الشارع، my street يعني الشارع بتاعي، الشارع اللي انا ساكن فيه، الشارع اللي موجود فيه البيت بتاعي، this is my street، هذا شارعي. فبيزي بي بتقول لنا هنا trace، تتبع، هنمشي بالقلم الرصاص بتاعنا او with our pencil على الدوتس الخاصة بالكلمات المختلفة، وكمان and match، and match، وكمان هنوصل كل statement او كل عبارة بالصورة الصحيحة بتاعتها. trace and match، تتبع بقلمك الرصاص واعمل توصيل بين الجمل وبين الصور المختلفة. فطبعا اول statement او اول عبارة بتقول this is my street، وبيزي بي حللنا السؤال ده وموصلها لنا بصورة street او الشارع اللي هو الصورة number DD. فالمفروض هنعمل trace على this is my street. تاني statement بتقول this is my village، this is my village، احنا عرفنا village يعني قرية، والvillage دايما بيكون فيها أراضي زراعية، بيوت مش عالية قوي، بيوتها بتبقى صغيرة، المبنى مثلا طوله طابق أو طابقين مش أكتر من كده، والفيليج كمان بيكون فيها animals أو الحيوانات بتاعة المزرعة زي الكاو، البقرة، والدونكي، الحمار وإلى ذلك. فالفيليج هي بتكون مكان أصغر من السيتي أو المدينة، الفيليج يعني قرية. المفروض نوصل الستيتمنت دي او العبارة دي بصورة من الصور دي يا اصحابي. طبعا دي صورة مكان كبير قوي او سيتي، وطبعا دي صورة فيليج او قرية، ودي صورة بلد بحالها، بلدنا مصر الحبيبة، من فوق من الاعلى وهي على الكرة الارضية. فالمفروض هنوصل بصورة الفيليج او القرية الموجودة هنا هوت، وبكده نكون وصلناها او عملنا ماتش بالصورة الصحيحة. هنعمل كمان تريس على الدوتس الخاصة بالستيتمنت دي زي ما احنا شايفين قدامنا. طب هنا بيقول لنا this is my city، this is my city، هذه مدينتي. احنا عرفنا city بتبقى اكبر من الفيليج، اكبر من القرية، واصغر من الكانتري. city اللي هي مدينة، مدينة زي القاهرة اللي هي محافظة القاهرة، الجيزة زي محافظة الجيزة، أسوان زي محافظة أسوان،
هي مدينة من المدن المختلفة، بتبقى أكبر من القرية، وهي بتبقى برضو جزء من الكانتري أو من البلد اللي بتجمعنا كلنا مع بعض. ف this is my city. فين الصورة المناسبة للستيتمنت دي يا أصحابي؟ شاطرين، طبعا هي دي السيتي أو المدينة، فهنوصلها بالشكل ده وهنعمل تريس على الدوتس الخاصة بالستيتمنت دي زي ما احنا شايفين قدامنا. وآخر حاجة this is my country. This is my country. Country يعني بلد، زي بلدنا الحبيبة مصر. فالكانتري هي أكبر حاجة، هي البلد اللي بتضم السيتيز المختلفة أو المدن المختلفة، وبتضم كمان الفيليجز المختلفة أو القرى المختلفة، وكمان بيبقى كل سيتي وكل فيليج فيها ستريت أو أكتر، بيبقى فيها ستريتس أو شوارع مختلفة. فالكانتري أو البلد هي أكبر حاجة بتضم الأماكن دي كلها زي بلدنا الحبيبة مصر. فالمفروض هنوصل الستيتمنت دي بأنهي صورة يا أصحابي؟ شاطرين، طبعا هنوصلها بصورة الكانتري أو البلد اللي هي بلدنا مصر من فوق من الأعلى، وفيها نهر النيل والبحر الأحمر والبحر المتوسط زي ما احنا شايفين قدامنا. وهنعمل كمان تريس على الدوتس الخاصة بالستيتمنت دي زي ما احنا شايفين قدامنا، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 22 أو صفحة 22، وعنوانها read اقرأ and draw وارسم، ومدينا فريم كبير قوي هنا ومكتوب تحت منه this is my house. This is my house. هذا منزلي. I live here. I live يعني أنا أعيش. Here يعني هنا. This is my house. هذا منزلي. I live here. أنا أعيش هنا. فالمفروض هنرسم صورة جميلة لبيتنا وأنا قاعد جواه، أنا وأسرتي طبعا، والصورة دي هتكون بتعبر عن بيتي وعن المكان اللي أنا عايش فيه. وبكده نكون أنهينا البيج دي وأنهينا معاها درس النهاردة. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من الدرس. لو أعجبك الدرس اعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو، والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.